القدر اللي معناه القدر ما يطرحش مشكل بزاف. فانا اللي بغيت نهضر عليه ماشي هو هذا اساسا، هو الكيفيه ديال الشغل، ماشي المفتشين ديال الشغل ما كيديروش. منور حاصل على الرتبه الثانيه من ناحيه السرعه المباراه منها الجازتي سيرت على تنظيمها وزاره التحول والانتاج المهني دوره 18 ابريل 2021. اذا اليوم نحن في اطار هذا الحفل، هذا الحفل ديال التعيين الاطر الموظفين تقدر مهام عاليه، لا ادراك ديال المشوار كما قلنا في سنة شهر ابريل. الحمد لله الأطوار ديال المباراة مرت على أحسن وجه، بداية من إعلان المباراة، الترشيح اللي كان إلكتروني اللي سهل العملية على كل المترشحين، ثم المباراة اللي سادت واحد الجو ديال النزاهة، واللي كان هاجس ديال الوزارة هو تدعيم أطر ديال مفتشية الشغل الموارد البشرية المؤهلة اللي تقوم بهذه المهمة الجسيمة والشريفة الموكولة لها على أحسن وجه. اليوم الحمد لله هذا التتويج وهذا باكورة ديال الأمل ديال جميع الموظفين اللي غادي يكونوا إن شاء الله في المستقبل، بداية من طلب العلم في الجامعات الى ان ان شاء الله يتحققوا بالعمل ديالهم. فكنشكر الوزاره على راسها الاستاذ امكراز، ثم جميع الاخوان الموظفين وزاره الشغل وجميع المصالح وجميع المديريات. في المباراه ديال مفتشي الشغل الموسم 2021 تكلمنا اليوم على الحفل ديال اليوم، كاين الحفل ديال التعيين، كاين مناسبه التعيين ديال مفتشي الجدد، وداك الشيء حسب الاستحقاق، يعني داروا جوج تصريحات، احد المتزوج حسب الاستحقاق ولا احد ثاني مثلا تنشوف حسب الاستحقاق، ودابا راه خدام العمليه ديال التعيين، وان شاء الله ملي تكون نتمنى كل واحد يتعين في المنطقه اللي باغي. المباراه دازت الحمد لله على احسن وجه، يعني من الامتحان الكتابي حتى الامتحان الشفوي كان في نزاهه، كانت المراقبة مزيانة، الامتحان كان عدد كبير، يعني كيفاش الوزارة حاولت تنظم هاد المباراة، يعني تنشكروها وتنشكرو المجهودات ديال الأطر ديال الوزارة كاملين، على المجهودات الجبارة اللي قاموا بها باش ينظموا هاد المباراة وباش كلشي يدوز على أحسن وجه، يعني في نزاهة ومصداقية.